يا ناهد، ايه يا ماما، ايه يا عامله ايه يا حبيبتي؟ انا حبيبتي؟ شفت كده اهلك كانوا جايين. ده مش بالك؟ الصباحيه يا ماما بتاعتي، انت ناسيه ولا ايه؟ ايوه يا حبيبتي، هي دي حاجتي الصباحيه. اه يا ماما، قشطه وسمنه بيض وفطير. بيض سمنه دي ما هي ما ماما، بيقريش وما اهي يا بيحافظ على ماما السمنه، صحتك هي ولا يا ايه؟ ماما، اهي يا ماما، هي اهي دي السمنه اللي جايه لك؟ سمنه بلدي. انت ما هو جايبني يا ماما ساعه الفرح يا ماما، التلاجه ايوه يا ماما، مليانه. الصباحيه غير، وبعدين الصباحيه المفروض الحاجه دي بتبقى حاجه الحما تحت بتنزل. ايه دول؟ ايه دول؟ اعمل بيهم ايه؟ اكلكم بيهم يومين؟ يعني انتوا خايفين تجيبوا مثلا 5 6 فطاير؟ الناس اللي جايين دول مش المفروض ادوقهم من فطير العروسه؟ ايه ده؟ وبعدين ايه ده؟ ايه المانجا دي؟ ماما دي مانجا عويس على فكرة. عويس ايه؟ ايه ده؟ ما ينفعش كده. وبعدين ما في فاكهه تانية كتير في السوق، ما فيش غير دول. ما انا اللي بحب الفاكهة دي يا ماما، والحاجة انتي جاية لي بتحبي، احنا مالنا؟ امال المفروض بتحبك اصلا الحاجه دي مش هتقعد عندك هنا، الحاجه دي هتنزل لي تحت. ايه دول؟ تنزل لك تحت. انتوا مقصرين بصراحة، خلين شكلي وحش قوي، خلين شكلي وحش. حسبي يا ماما، البيت ده شنطتين بيض يا ماما. انا مش عارفة جايبين لكم بيض بيض بيض. يلا يعني يا ماما كل ما ماما تجيب لي حاجات وتيجي الزيارة ليا تقعدي تعيبي على الحاجة اللي هي بتجيبها لي؟ ما مش معقول كده يا ماما لا يا برضه. حبيبتي، خلي مامتك ترفع راسك شوية قدامنا كده اهوت. ما كل ينفعش ده كده يا تلاقيها ماما، بتجيب كل الحاجات كل دي ده. فين يا ماما؟ انت ما شفتيش الحاجات اللي بتتجاب؟ يعني اكتر من كده هتتجاب بالنسبة ايه يا لكم دي ماما؟ حاجات كتير، انما بالنسبة لنا احنا ولا حاجة اصلا. معلش يا ماما، احنا شيلي على شيلي قدنا، شيلي عشان البيت ما يتكسرش. احنا شيلي على انت، خايبة قدنا يا كده اهو. ماما، احنا على قدنا يا ماما. شكرا خدي شكرا بالك يا انت، ماما. يعني انت هتاخدي الحاجة بتاعتي يا ماما وتنزلي؟ حاجة مين؟ انت نفسك هتنزلي تحت، انت فاكرة نفسك هتقعدي هتاكلي الحاجة دي كلها؟ هتاكليها كليها. لا يا ماما، لا. طب يلا حاضر يا ماما، هاتي البيض، مش حاضر عارفة يا ماما. بيض بيض، كل ده بيض.